قالت صحيفة بوليتيكو إن مسؤولين كبارا بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضباطا عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن هناك إجماعا رفيع المستوى داخل الإدارة على أنه ليس من المنطقي أن يرد الجيش الأمريكي بشكل مباشر على الحوثيين. ولفتت صحيفة بوليتيكو أن هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار على 3 سفن دفعت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية إلى معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات، لكن رغم ذلك لم يطلع البنتاغون الرئيس بايدن على خيارات ضرب أهداف الحوثيين ولم يوصه بذلك. كشف موقع ميدل إيست إي البريطاني أن إدارة بايدن مترددة في شن ضربات مباشرة على الحوثيين خشية أن يؤدي ذلك إلى تعطيل محادثات السلام السعودية، مضيفا أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية تمثل اختبارا مثيرا للغضب بشكل خاص في قدرات الردع لإدارة بايدن. بحسب الموقع فقد طلب مسؤولون غربيون من أعضاء صناعة الشحن بشكل خاص أن يستمروا في توقع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وأوضحوا أن التحذيرات تعكس مأزقا تواجهه إدارة بايدن وهي تسعى جاهدة لردع الحوثيين. ولفت موقع ميدل إيست إي إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن الضربات المباشرة على الحوثيين أو إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية انتقاما يمكن أن تعرض للخطر ليس فقط عملية السلام في اليمن، ولكن أيضا التقارب الأوسع بين إيران والمملكة العربية السعودية.